في مباراة أقل كثيرا من المتوسط ترفض جينات الأهلي الوراثية أن تخرج خاسرة من الوصل الإماراتي. جينات الأهلي تقول كلمتها أو بتفرض كلمتها، ده الهدف رقم 10 في بلس 94 أو بلس 90 وتحديدا في الدقيقة 94 من سنة 2005، والهدف رقم 82 في بلس 90 بشكل عام للنادي الأهلي من 2005. زي ما قلت لحضراتكم، جينات الأهلي الوراثية ترفض أن يخسر الأهلي مباراته أمام الوصل. أقل كتير من المتوسط المباراة بشكلها ومضمونها وفعالياتها. يمكن الإثارة كلها بدأت تحديدا من الدقيقة 81 لما تعادل كايو للوصل الإماراتي وأضاف ديليما الهدف الثاني في الدقيقة 86، ويرفض مروان محسن أن يخرج الأهلي خاسرا ويتعادل في الدقيقة 94. المباراة على المستوى الفني أقل من المتوسط حتى على المستوى التحكيمي. هناك ركلة جزاء صحيحة مليار في المية، يعني صادق السلمي الحكم التونسي يجب أن يراجع نفسه، لأن المباراة أو اللقطة كانت واضحة جدا بالنسبة له. على العموم، الأهلي اللي قدر يعملها مع الترجي 2-2 في دور الثمانية 2017 السنة اللي فاتت في دوري أبطال إفريقيا قادر أنه يعملها أمام الوصل يوم 22 نوفمبر في البطولة العربية إن شاء الرحمن في مباراة العودة بشكل عام. على العموم نسمع بقى رأي